تاني ابنتك ليها اشتياق عظيم للرهبانة منذ الطفولة ونمى هذا الشعور حتى نهاية المرحلة الجامعية ويزداد معه ويلح علي إلى آخر. وأريد أن أحدد في أي درس أنسب أو من سيأخذني أو يرشدني. أنا من رأيي تفوتي على أديرة كثيرة وتشوف الدير اللي انت تستريحي له واللي هم يستريحوا ليك، وممكن ترشدك الام الدير، الام الروحية اللي في الدير، مع اب اعترافك يعني شوف الاثنين مع بعض.